اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المانجا معانا في السوق، الوان واشكال وحاجه لطيفه وجميله من خير ارضنا. انا هعملها النهارده مربى، نقدر نعملها باشكال مختلفه، نعملها باستا فلورا، نعملها مربى، نعملها ايس كريم، الحاجات دي كلها نعملها مخلله زي اخواننا في الهند، مفيش مشكله نجرب الافكار دي بما اننا عندنا مانجا حلوه العالم كله بيحسدنا عليها، مفيش احلى من المانجا المصريه. هنعملها النهارده مربى ونشوف ايه التركايه اللي تخلي المانجا تحتفظ في برطمانات بالليمون وتبقى لها قوام لطيف باضافه جيلي مربى او جيلي اللي هو العادي خالص. في تركايه كده هنشوفها مع بعض بسيطه وسهله. تعالوا مع بعض كمان، الحمام دايما احنا محددين اقامته مع الفريك، ويقول لك الفريك ما يحبش الشريك، بس اول ما يشوف الحمام يقول لك عديها النهارده. حمام النهارده هنعمله من المطبخ الطلياني، طاجن بالخضار. طلينا بيحبوا دايما في الاكل بتاعهم فيه فليفر، ريحان، روزماري، صلصه البيستو، الحاجات اللطيفه الجميله. فانا هعمل النهارده الحمام لا هو بالفريك بقى ولا بالرز، هنعمله النهارده طاجن بصلصه البيستو كده مع تشكيله من الخضار بسله وجزر وكوسه وجبنه، هيبقى لطيف وجميل. الاطفال الحلوين لما نقول لهم الحمام يقول لك يا ماما الحمام لا، هو متعود على الحمامه دي، صديقته وهو صغير كده ايه ممكن يراسلها يلعب معاها مفيش مشكله، ولكن لما يلاقي طبق مكرونه على السفره في جبنه وفي لحمه مفرومه صوص بولونيز هتبقى لطيفه وحلوه. فنعمل للاطفال الحلوين النهارده مكرونه نجرسكو باللحمه مع الجبنه بطريقه الخاصه اللي تعجب حضراتكم، اهداء مني للاطفال الحلوين. تفاصيل كتيره في الحلقه، بساطه سهوله مرونه، في حمام، في مكرونه النهارده جميله، في كمان المانجا بتاعتنا الحلوه هنعملها مربى ونقدر نخزنها وقت المانجا ما تتمنع من السوق وما تبقاش موجوده، مع ان دلوقتي والله نلاقي المانجا في غير موسمها والبطيخ في غير موسمه، الحمد لله ربنا كرمنا. ونخش على اللي بعده. طبق مكرونه له تفاصيل كتيره قوي مع الشيف المغازي على الشاشه. مكرونه سباكيتي، لحمه مفرومه، بصله ناعمه، توم ناعم، زعتر، روزماري، جبنه موزاريلا، كل المقادير ديت. هناخد المانجا نخليها كده على نار هاديه، مش لازم تغطيها، خليها زي ما هي كده قدام عينيكي. حلو قوي. على احنا ما نخلص الشغل اللي ورانا باذن الله هتكون المانجا طلعت. بصلايه ناعمه، توم ناعمه، شويه مكرونه، الروزماري والريحان ينزل كده مع طبق المكرونه ده كده. طلعينا يحبوا الفليفر بتاع الروزماري والريحان لدرجه ان هم عملوا الريحان صلصه اسمها صلصه البيستو مع لوز مع توم مع زيت زيتون وتتحط في برطمان، البرطمان ده فيه معلقتين ثلاثه بيتباع بالشيء الفلاني، انت تقدر تعملها في البيت، بتجيب الكبه تجيبي ورق الريحان اللي انت زرعاه في الجنينه زرعاه في البلكونه تفرميه مع توم مع شويه لوز، ما لقيتيش لوز حط فول سوداني مش هيقول لا، وفرميهم وحطهم في البرطمان بتاع المربى او برطمان سمنه قديم عندك، اغسليه وعقميه وحطهم في الثلاجه من وقت للتاني، استخدميه في اكله مكرونه، في اكله لحمه، في اكله فراخ. ادي البصلايه مع التومه، وننزل باللحمه المفرومه، كندوز ضاني اللي موجود عندك بالشكل ده كده، اتعلمنا من الشيف المغازي عشان اللحمه تفك مننا ما تبقاش مبرغلة، بنحط شقشاء مية وهي بتتحمر على النار بيساعد على تفتيت اللحمة من بعضها. اهو عندي مكرونة سباكيتي، اخبارها ايه يا عم الشيف؟ في مية بتغلى على النار، المية دي فيها شوية ملح مع شوية زيت، هسلق المكرونة هنا ربع سوا وتكمل سواها مع الصلصة بتاعت اللحمة. ادي الملح معانا، وما تنسيش انك حاطة ملح عشان كده ما تحطيش ملح كتير في البولونيز بتاعنا او في صوص اللحمه بتاعنا. اهو على نار شديده، نصيحه مني ما تقوليش لحد، لحبايبك بس قولي لهم. المكرونه تستوي على نار شديده مش نار هاديه، علل ولماذا؟ لانك لو سلقتيها على نار هاديه المكرونه هتتكسر منك وتعجن منك ويبقى شكلها مش لطيف. الاسباجيتي لها شكل ولها شخصيه، لازم بعد ما تتسلق تبقى معانا بالشكل ده كده، بناخدها في ميه ونسيبها تستوي. ناخد بعضينا مع سلق المكرونه مع صوص بولونيز، الحمام ما تنسوش في الفرن مع الخضار من المطبخ الطلياني، لان احنا النهارده في ايطاليا. حلو، لان احنا اتفقنا يوم الثلاث من كل اسبوع ب
بنسافر كل دول العالم من غير تأشيرة، من غير تذكرة طيران، لأن معانا شيف شاطر بنشوفه على القناة الأولى بينقلنا المطبخ العالمي كل يوم ثلاث من كل أسبوع. أوعوا تروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتركية اللطيفة الحلوة، ازاي اللحمة المفرومة اطلعها من الفريزر يا شيف مغازي. انا بخزن اللحمة المفرومة، مش كل يوم اروح للجزار واقول له اديني لحمة مفرومة، مرة يدهاني فيها دهون، مرة من غير دهون. انا بشتري اللحمة المفرومة بتاعتي بالاسبوع بالشهر واشيلها، وده الطبيعي يعني، انا بعمل كده. فبطلعها من الفريزر وعايز استخدمها، فبطلعها طبعا. وانصحك طبعا نصيحة، اوعى تفك اللحمة في الميكرويف او تحطيها تحت الحنفيه وفي ميه سخنه تنسيها، وتطلعي مع الاولاد تشغلي معاهم، ترجعي تلاقي الحوض مليان ميه سخنه وفي قلبين اللحمه. ده بيحصل، ما تقوليش ما بيحصلش، مش في كل البيوت يعني. تطلع اللحمه المفرومه من الفريزر تحطها في قلب الحوض، تفتح الميه السخنه تفك بسرعه، ما وراش حاجه والولاد جعانين، تطلع تلاقي اللحمه عايمه في ميه مغليه سخنه، والسخان خلص وخلصنا كهربا كده، فقدنا القيمه الغذائيه اللي موجوده في اللحمه. رونق اللحمه ولون اللحمه، اللحمه لونها ابيض شكلها مش لطيف، وثانيا تغذيا وصحيا غير طبعا طبيعي. فاللحمه تفك في درجه حراره المطبخ العادي، وبعدين تحطيها كده مع البصله والتومه، وانا زي ما انا شغال كده من وقت للتاني. فكت اللحمه معايا، واقول لك دلوقتي حالا باخد شويه ميه من المكرونه اللي عندي اهي، موضوع بسيطه تعالات ميه اهي بس، واغطي المكرونه دي يا عم الشيف دقائق معدوده. هتقلبيها من دلوقتي هتلاقيها فكت معاك حلوه، ومعايا هريسه حلوه اللي هي الفلفله الحلوه زي الفل. طيب نرجع للحمه المفرومه والتركايه بتاعه المغازي، ايه الاخبار؟ خلاص فله حلوه قوي، نقلبها كده. فكت اللحمه اهي، خلاص بقت ناعمه كانك جايباها من عند الجزار وحطها في قلب الحله. ننزل بالهريسه الحلوه دي، مش حامية يعني مش حارة، خلي بالك دي بتتباع عادي وممكن تعملها في البيت. بتجيب الفلفل الأحمر اللي معانا ده كده، أو فرصة إن إحنا عشان بتسألوا على السوشيال ميديا من خلال الحلقة بنجاوب على كل الأسئلة كمان. الفلفلة الحلوة بتتعمل إزاي؟ الهريسة الحلوة بتتعمل إزاي بتاعة السوريين؟ الفلفل ده بيتجاب يتشال البذر من قلبه ويتفتح نصين زي كده، ويتحط في مكان جاف في البلكونة، في مكان فيه تهوية زي ما هو كده، مش عليه حاجه خالص لغايه لما يجفف حلو. وبعد كده تفرميه بالسكينه او بالمفرمه ينزل لو كميه كبيره، وتحط عليه زيت زيتون وتشيله في البرطمان. بعض الناس بقى بتستعجل وتعمله مع البذر بتاعه، ده مش كويس، لازم يتشال منه البذر كده وما يتغسلش، يتغسل وهو سليم او تحط عليه ميه، لانك يعني لو حطيت عليه ميه وجففتيه هيبقى عمره قصير في التخزين عشان البكتيريا، نشفيه بلونه الطبيعي وبالشكل الطبيعي بتاعه عشان يقعد معاك وقت كبير. هو ده الكلام. هننزل باللحمة المفرومة، الهريسة بتاعت الحلوة، المكرونة هنا زي ما قلت لحضراتكم بتكمل سواها مع الصلصة. شيل دي من هنا عشان ما نعديش على المانجا. اللهم صل على النبي. شايفين اللحمة المفرومة؟ الله على الطبق ده، أنا بعشقه، أنا بعشق الطبق ده. مش سبايس على فكرة عشان اللون ما يخدكم، ما يخدكمش يعني، هو لونها كده من غير طماطم، مش عايز حمودة بقى، دي ما فيهاش طماطم. الله على المكرونه دي بقى، الاطفال الحلوين بقى عشان نرضيهم، لان احنا عاملين حمام النهارده عينيه. الاطفال طبعا هيشوفوا الحمام يقول لك يا ماما انا مش عايز حمام، انا مالي ومالي الحمامه، انتوا بتحبوه حمام بالفريك. لا، المكرونه اهيت، حط لها شويه ميه من اللي بتغلى عندي، اللهم صل على النبي، وكملي سواكي يا مكرونه مع الصلصه. الله، ها لسه تنطبخ شويه، خلي بالك لسه ما استوتش. انا مدرسه المغازي بتقول ايه؟ تسويه المكرونه سوى كامل مع الصلصه التابعه ليها، سواء وايت صوص او ريد صوص او البينك صوص، حلو. مهم جدا ان المكرونه تاخد من طعم الصلصه نفسها، غير لما انا اسلق المكرونه واخدها على الحوض اغسلها
وانا برفض طبعا الفكره دي، وبعدين احط عليها الصوص بتاعي، تبقى المكرونه في سكه وطعم الصلصه في سكه تانية خالص. حلو الكلام؟ حلو الكلام. المانجا بتناديني بتقول لي خلاص ارفعني من النار. مهم جدا، الاطفال بيحبوا الجبنه، ايه المشكله لما يا نعم يا حاضر عينيا هنشوف قهوه حاضر والله، بس يستوي يا ابو حميد، يستوي يا حبيب قلبي. اقول لك على حاجه حلوه، اسمع كلامي حالا، بس خلينا احط المكرونه في النار، مهم جدا على فكره عشان هنعمل تركيه حلوه دلوقتي. ناخد المكرونه دي كده، الله، الاولاد بيحبوا الجبنه دايما مع المكرونه، انا كمان زيكم يا اولاد، تدي لها شخصيه كده، خاصه لو جبنه بقى ايه بارميزان على المكرونه دي اللي هي الرومي، بارميزان سعرها غالي، هتلاقي الشويه دي كده بالشيء الفلاني. جيب الجبنه الرومي الحلوه اللي ما يكونش ملحها كتير، وتبشريها بشره حلوه وتستخدميها، وتبشريها حسب يعني وقت الطلب عشان دي ما تتحطش مبشوره كتير. ده زعتر بري، ودي جبنه موزاريلا، ادخلها الفرن عشان اعمل التركايه بتاعه الحمام اللي هتعجبكم وانا معاكم دلوقتي. طبعا هتضيف له شخصيه، تدي له طعم تاني خالص. درجه حراره الفرن عندي 180، هناخدها في الفرن كده ونقعد 5 دقايق. معانا وقت قد ايه يا شباب؟ الله، بنت حلال، هم دول اللي انا عايزهم اهو، عينيا اهو. اللوكيشن بتاعنا جنب الفرن، والصوره الحلوه على شاشه القناه الاولى تتحدث عن نفسها. المكرونه اخبارها ايه؟ معانا وقت يا شباب؟ قولوا لي. الله عليك، ابن حلال، هم دول اللي انا عايزهم بس تاخد لون. هي المكرونه مستويه، انا عايز لون للجبنه. بس خلونا على المكرونه ما تطلع عشان المصداقيه. في انواع من الجبن لو ما احمرتش بتبقى حلوه، وفي جبن لازم تاخد لون. منهم طبعا الجبنه الشيدر البيضة. الشيدر نوعين، في جبنه شيدر بيبقى لونها ابيض، وفي شيدر بيبقى لونها اصفر. دي جبنه شيدر يفضل طبعا اللون بتاعها الحلو، اهم حاجه تكون سايحه كده مع المكرونه بتاعت اللطيفه. واذا انت عايزه تقدميها من غير جبنه حسب الرغبه. مطبخنا النهارده من المطبخ الطلياني، والطلاينه بياكلوا حمام زينا بس ما بيعرفوش يعملوا اللي بالفريك ولا بالرز، احنا المصريين شطار، عشان كده لما بنطلع بره بنعلمهم الاكلات المصريه اللي على اصولها اللي هي اكله امي. رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.